الذين قاموا بهذا الفعل ليسوا موجودين على الساحة الآن، لماذا نعود لهذا الحديث؟ طيب تسألوا عن العبرة، عن العظة مما حدث حتى لا نكرر هذه المأساة، يقول لك يا أخي أنا لست أنا من قمت بهذا الفعل. ما الذي يقع لو يموت اليوم بوتفليقة؟ هل عندنا دولة عندها مؤسسات؟ هل هو البرلمان اللي يجي البعض منه يربطه بالسلاسل باش ينحو رئيسه؟ كادنا. بالكادنا. هل هو الحزب يعني الذي هو حزب ائتلاف؟ هل أي أي هيئة أي مؤسسة عندنا في البلد هي وحدة لذلك اللي شد السلاح؟ هي المؤسسة العسكرية. قضية المختفين الذين أخفوا قصرين واعتقلوا، وللأسف رأيي الخاص أنه للأسف ممكن أن كلهم قتلوا، تم تصفيتهم مخافر الشرطة في الثكنات من طرف جزائري. كيف يعقل أن نقول لعائلات هؤلاء تنساو وتسكتوا ما عندكمش الحق تتكلموا؟ الجمعية الإسلامية في انتخابات 26 ديسمبر كانت عندها ممثلين في كل المكان، وراقبت وتابعت وكان عندها النتائج قبل وزارة الداخلية. ترقبونا في لقاء خاص مع الدكتور مراد دهينة عضو أمانة حركة رشاد في الأوقات التالية.